أهلا وسهلا فيكم بفيديو جديد. الفيديو اليوم معلومات عن الثنائي الجميل جوان ليليان نجمات قناة طيور الجنة. أولا أسماؤهم كاملة: جوان إبراهيم ناصف ناصر السلاوي، ليليان إبراهيم ناصف ناصر السلاوي. أسماء الدلع هي لولو وجوجو. تاريخ ميلاد التوأم هو 12/12/2012 ميلادي، وجوان أكبر من ليليان بخمس دقائق، وتبلغ جوان ليليان من العمر 7 سنوات، وفي شهر 12/2020 سيحتفلون بعيد ميلادهم الثامن. وكثيرا ما يسأل المتابعون هل توجد قرابة بين جوان وليليان مع عائلة مقداد، والإجابة هي أنه لا. لا توجد قرابة بينهم وبين عائلة السيد خالد مقداد مدير قناة طيور الجنة، لكن تربط جوان وليليان صداقة حميمة خصوصا مع جنى مقداد وجادو إياد. عائلتهم: الأب هو إبراهيم السلاوي، أحد نجوم قناة طيور الجنة ومقدم البرامج المعروف والمشهور فيها. ولد جوان وليليان أخ واحد اسمه فارس السلاوي، ولد بتاريخ 25/7/2018 وعمره الآن عام ونصف. أما الجنسية التي تحملها جوان وليليان هي الجنسية الأردنية، حيث أن جوان وليليان ولدوا في الأردن، والمعروف عنهم أنهم يسكنون العاصمة الأردنية عمان بشكل دائم، ويقومون مع والدهم بزيارة دولة الكويت لأن فيها جدهم وجدتهم وأعمامهم وأخوالهم وعائلة السيد خالد مقداد. ثالثا الكليب المفضل لجوان من كليبات قناة طيور الجنة هو كليب بنوتاتي، أما الكليب المفضل لليان فهو كليب المكعبات. وأول كليب للتوأم جوان لليان تم بثه ونشره عبر قناة طيور الجنة هو كليب حديقة الحيوان، وأول مشاركة لجوان لليان في قناة طيور الجنة كانت الظهور كممثلات في كليب بروني، وثاني مشاركة لهم في القناة كانت كليب التوأم. رابعاً موهبة جوان هي الرسم، أما موهبة ليليان السباحة، والأكل المفضل لليليان الملوخية والمنسف، والأكل المفضل لجوان هي الدوالي، واللون المفضل لليليان الفستقي والتركوازي، واللون المفضل لجوان الأزرق، والفاكهة المفضلة لجوان وليليان البطيخ والبرتقال، والخضروات المفضلة لجوان الجزر، والخضروات المفضلة لليليان الليمون. ومن المواد الدراسية تحب ليليان مادة العلوم، أما جوان فتحب مادتي الفن والنشاط. وكل من جوان وليليان يحبان قراءة القصص خاصة قصص المغامرات. خامسا تم افتتاح قناة جوان وليليان عبر اليوتيوب بتاريخ 2/5/2018، ويبلغ عدد المشتركين في قناة جوان وليليان عبر يوتيوب أكثر من 2 مليون مشترك. وصلت القناة للمليون مشترك في شهر مايو عام 2019، وقد سجلت القناة أكثر من 500 مليون مشاهدة، وعدد المقاطع المرفوعة على القناة 238 فيديو. ويبلغ عدد المتابعين لحساب جوان وليليان عبر انستغرام أكثر من 300 ألف متابع، ويبلغ عدد المعجبين بصفحتهم على الفيسبوك أكثر من 55 ألف معجب. الفيديو لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل جرس التنبيهات حتى يصلكم كل شيء جديد.